زبائننا الكرام، جيناكم بعرض جديد ايضا من البيت الاوروبي الحديث التسوق الالكتروني، وطبعا همي مفاجاه، المفاجاه بالسعر. راح تجيك حقيبه مثل هاي سعر 75000 دينار. ايش تحتوي هاي الحقيبه؟ راح نشوف. ليش احنا نقول مفاجاه بالسعر؟ راح نشوف ايش تحتوي. اول ما يجيك الحقيبه راح تحتوي على خلاط صناعي، هذا 2 لتر حار بارد بضمان 6 اشهر من البيت الاوروبي، طبعا ضد الكسر الدولكه، ويكسر الحصى. راح اسوي لكم تجربه، وبي 15 سرعه، واحنا سبق وسوينا تجارب بي، وصرنا نسوي لكم تجربه جديده. هذا حصو يجيك ضمان، طبعا بي بطاقه ضمان مدة 6 اشهر، هو الفعلي سنتين بس احنا نعطي 6 اشهر لان بالعراق. هذا حصو، راح نخلي الحصو بالخلاط، خلينا الحصو بالخلاط، راح نشوف قوه هذا الخلاط الصناعي فمن هنا عندك من هنا التشغيل ونشوف. ثواني معدودات مو اكثر، ما نشوف. خلينا نشوف صار بالحصو. الحصو صار طحين، قاعد اشوف هذا الحصو اصبح طحين. هذا الخلاط طبعا بضمان 6 اشهر اكرر، صناعي ضد الكسر 2200 واط، ويجي مشكل الماركه مالته. وراح تحتوي هذه الحقيبه ايضا، تحتوي على محضر الطعام، هاي المثرامه الستيل ماركه كراون، طبعا دشاله حديد مثل ما تشوفون. ثلاث سرع، سرعة عالية وسرعة عندك مال خفق اللبن، ثلاث سرع زين. بعد شبيها خلينا نشوف شنو محتوياتها. تحتوي على طاسة ستيل، هذه الطاسة ستيل 3 لتر، حجم كبير ومناسب للعائلة العراقية. إضافة إلى ذلك تحتوي ثلاث سكاكين، وحدة هذه للحم راح نشكلها، أصلا راح نثرم اللحم. شوفها تحتوي على 4 شفرات، وهذه الخضروات، خضروات فوق، وهذه لطرق اللبن وغير شغلات. هسه راح نخلي بيها احنا نص كيلو لحم هذا الصورة، وأيضا راح نحسب، يعني نحسب بالصورة زين، وراح نشوف شلون شغلها وقوتها. احسبوا يعني هذه التصوير زين بها. طبعا أمانة هنا تشكل صورة صحيحة يلا تشتغل. هسه احنا راح نشغل ونريد تحسبوا يعني، راح نبدأ التشغيل. بس الكهرباء هسه راح نشغل ونشوف. 1 2 3 4 5، احنا حسبنا الخمسه وراح نشوف اللحم صار بي. طبعا تعتبر هذه مثال، انظر اللحم شبيه اصبح مهروس، هذا اللحم اصبح مهروس، بس شوفه اصبح مهروس، مو يعني معجون عجين. شوفه هاي كلها بخمس ثواني، اضافه لانه الخضروات وباقي الشغلات تسويها. ماركت كراون 3 لتر، حجم كبير، كلها ستيل، المطار ستيل، وهذه ستيل ثلاث سرع، ثلاث سكاكين مثل ما نوهت، وهاي وحده الخضروات وحده اللبن. المفاجاه الحلوه شنو؟ جبنا لكم، لا طبعا هذا اول مره يجي، يعني مو لو احنا نجيبه دائما، ترمز وغلايه بنفس الوقت. هسه راح نشوف هذا، هذا هو ترمز، هو يشتغل غلايه بنفس الوقت، يعني استخدم استخدامين راح ما تتعب، هو غلايه وهو ترمز. حجم كبير 2.5 لتر او 3 لتر، شوفه ماركة كراون ايضا، يعني ماركة كراون هاي تصدر لكل دول اوروبا، كل دول اوروبا هاي تصدر لها. يجيب عدة الوان، هذا الترمز الكبير، ترمز وغلاية، نكرر ترمز وغلاية. هسه لحد هسه كم سلعة اصبح عندنا؟ خلاط صناعي هذا واحد، حمود من عيد شو اسمه، المثرامة هذه المحضرة الطعام الستيل 3 لتر اللي ثلاث سرع وثلاث سكاكين ايضا، شوفها ثلاث سرع وثلاث سكاكين. هاي السلعه الثانيه، السلعه الثالثه عندنا هنا الترمز غلايه بالوانه الزاهيه باربع الوان. هسه راح نجي على السلعه الرابعه، السلعه الرابعه هاي الدجاجه الحلوه اللي هي سلاقه بيض، تسلق 7 بيضات وشغلها كله سهل. اكو ناس وايد سالوا قالوا شو نسوي؟ بهاي الكاس الصغير تخلي مي وتروح بعد تخلي 7 بيضات وشكل البادي مال الدجاجه، الشغل وتروح، هي تطفى من كيفها، تلقى البيض مستلق يعني مسلوق بدرجه جميله جدا، لا هو صلب ولا هو ني. هسه هنا هاي السلعه الرابعه، السلعه الخامسه جينا هاي الطاحونه الستيل 50 غرام، طاحونه ستيل 50 غرام مثل ما تشوفون، هاي السلعه الخامسه. والسلعه السادسه راح نجيكم هاي خفاقه اليدويه اللي هي 6 سرع ايضا باربع مخلاطات، هذين الاثنين لللبن وللخفق والكامله، يعني خفق الكيك، معجنات، اللبن. هاي السلعه السادسه، السلعه السابعه راح تجيك حقيبه مثل هاي تحتوي على ذن الشغلات كلها فقط ب 75000، يعني صار هسه سبع حاجات ب 75000، واهلا وسهلا بكم.